معنى آية إلا من أتى الله بقلب سليم؟ جاء على لسان نبي الله إبراهيم في سورة الشعراء بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إن كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويتساءل الكثيرون عن معنى آية إلا من أتى الله بقلب سليم وتفسير العلماء لها. إن معنى آية إلا من أتى الله بقلب سليم أي أنه لن يستطيع أحد أن ينجو من عذاب الله يوم القيامة إلا إذا أتى الله بقلب سليم. وقد فسر العلماء القلب السليم بأنه خال وسالم من دنس الشرك والعياذ بالله، وذلك لأنه لا يعقل أن يكون القلب السليم من الذنوب، لأن الذنوب لا يسلم منها أحد، وهذا القول عليه أكثر المفسرين. قيل في تفسير القلب السليم أنه القلب الذي يعتقد تيقنا أن الله تعالى هو الحق المطلق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، كما يؤمن ببعث الله تعالى للموتى من قبورهم ومحاسبتهم يوم القيامة على ما فعلوا في الحياة الدنيا. قال سعيد بن المسيب عن القلب السليم أنه القلب المؤمن، لأن الله تعالى عندما تحدث عن الكافرين والمنافقين وصفهم بأنهم في قلوبهم مرض، فقال تعالى في سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بينما قال الحسن البصري عن القلب السليم أنه القلب الذي خلا من آفة المال والبنين. روي عن الإمام الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية أنه قال: إلا من أتى الله بقلب سليم، معناه إلا من أتى الله بقلب خالص له وخال من الأوصاف الذميمة واتصف بالأوصاف الحسنة. كما قال بعض المفسرين إن القلب السليم يشبه وصفا ورد في حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أراد أن يقول أن هؤلاء القوم ذوي قلوب خالية من كل ذنب.